اهلا بيكم معانا، معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. بنكمل الموديولز بتاعتنا، وعندنا هنا اهوت مجموعه من الاسئله. السؤال هنا بيقول which one of the following skin disorders is least associated with hypothyroidism، يعني احتماله اقل ما يكون مع الهايبوثايرويديزم. هو شوفوا باختصار شديد جدا، الهايبوثايرويديزم من الامراض الاندوكراين اللي فيها مانيفيستيشنز كتيره قوي. فمثلا على سبيل المثال، نقص ثايروكسر بيقلل او بيغير في الكوليسترول ميتابوليزم، وبيحصل معاهم هايبر كوليستروليميا، ممكن تعمل دانثوما اللي هي ديبوزيتس ايه حوالين الاي في السكين. ممكن السكين يبقى دراي قوي في الهايبوثايرويديزم نتيجه الميكوبوليساكرايد ديبوزيشن اللي بيحصل، والسكين بيبقى دراي، بيدي ساعات ريرلي بروريتس. ومعاها فيتشرز ممكن البعض يتصور انها زي اكزيما نتيجه الايه الميكزوميتس تشينجز اللي حاصله في السكين نفسه والدراينس، فبتعمل سم فورم اوف اكزيما بسيطه. دراي كورس هير از تيبيكال، الدراي كورس هير ويقع الايه الحاجب حتى مشهور الاوتر ثيرد بتاعه في الهايبوثايرويديزم، ده فيري كومون. كل دي اعراض هايبوثايرويديزم، لكن الحاجه الوحيده اللي هي العكس خالص هي حاجه اللي هي بريتيبيال ميكسيديما، برغم ان اسمها ميكسيديما لكن هي بتحصل مع الهايبرثايرويديزم والجريفز ديزيز. وهنشرح ليه دلوقتي. فالبريتيبيال ميكسيديما هي اقل سكين مانيفستيشن ممكن اتخيل وجودها في الهايبوثايرويديزم، لانها تيبيكالي بنلاقيها هي دي البريتيبيال ميكسيديما. ايه بتبص تلاقيها سكين كونديشن دي كاركترايز باي ريدنس على خفيف كده، سوالون سكين على الشين اوف تيبيا غالبا، والتكتشر بتاعته ممكن تبقى زي الاورنج ايه بيل رف كده، لو تشوفوا تحسوا الرفنس ايه باينه هنا اهوت، ايه الريجولاريتي بتاعته كانه اورنج بيل. فدي تيبيكال مع الجريفز ديزيز مش مع الميكسيديما او الهايبوثايرويديزم، برغم اسمها بيريتيبيال ميكسيديما. هي جايه من ايه؟ في الهايبرثايرويديزم بيبقى في الابنورماليتي دي بتحصل معاها ابنورمال ديبوزيتس من ميوكوبوليساكرايز، ممكن تروح عامله لي ايه البيريتيبيال ميكزوميتس ديبوزيتس دي، تبص تلاقيها عامله لنا ايه البيريتيبيال ميكسيديما. عشان كده سميت هنا من الاسم الميكزوميتس ديبوزيتس من الابنورمال تي اس اتش، وبيتحد مع بعض الكومباوندز ويبداوا يترسبوا كميكزوميتس ديبوزيتس في السكين، وتعمل لي البريتيبيال ميكسيديما دي اللي تيبيكلي اسوشيتد مع الجريفز ديزيز راذر ذان، وقد يكون ليها علاقه بالاميون رياكشن اللي حاصل برضه. كل ده بيؤدي لتكوين الكومباوندز اللي هي بتترسب هنا وتعمل البريتيبيال ميكزوميتس ديبوزيتس او بريتيبيال ميكسيديما اللي مع الجريفز ديزيز. فحينما يسال هنا الممتحن اللي هو الليست كومنلي اسوشيتد سكين مانيفيستيشن ايه البريتيبيال ميكسيديما، برغم انه بيسال على الهايبوثايرويديزم لانها اساسا مع العكس خالص مع الجريفز ديزيز، ادي هي دي البريتيبيال ايه ميكسيديما اللي بنتكلم عنها. عندي هنا برضو سؤال، ده فاكت، normal daily requirements of vitamin D في النورمال infants، هو في الكبار بيبقى 400، لكن في الانفنت بيبقى احتياجات اكتر 400 ل 800 international unit daily، لانه احتياج الانفنت في النمو ايه بيبقى ايه اعلى، فالريشيو عندهم في الاطفال بتبقى ايه 400 ل 800 انترناشونال يونت اللي هو فيتامين دي لازم يتاخد ديلي، ودي من الحاجات ايه المهمه ايه نضمنها للطفل. فادي هنا إيه صوره بيبي صغير اهو، وبنفتكر ان النورمال ديلي ريكويرمنتس اوف فيتامين دي في اليونيتس والاطفال الصغيرين اللي في الانفنتس العاديين 400 ل 800 ايه انترناشونال يونت ديلي. طيب عندي بعد كده في واحده عندها 33 سنه presents 6 weeks after birth، جت بعد 6 اسابيع من الولاده، كانت ايه الفيرست تشايلد ليها. عندها 2 weeks history من الاعراض التاليه، خدوا بالكم: بولي ارثرالجيا، فيفر، سكين راش. الحقيقه لما حد يجي واحده تيجي بعد البريجننسي بولي ارثرالجيا وفيفر وسكين راش، ده بيديني يعني فكره ان في احتمال
حاجه كولاجين ديس اوردر حاصله، ممكن لوبس، ممكن سكليرودرما ساعات بتحصل بعد. ف بيبدا هنا الكومباينيشن ده اللي هو البوري ارثرالجيا والفيفر وسكين راش ده بتاع الكولاجين ديس اوردرز. لو تشوفوا الروماتولوجي هتلاقوا ايه معظمهم فيهم الحته دي. فاول حاجه اتعملت اي اس ار كان عالي قوي، وده يمشي برضو مع ايه احتماليات كولاجين ديزيز. هو سؤال الممتحن هنا بيقول لك ايه، what is the most specific antibody of limited scleroderma. هو عاوز يكسكلود او يبروف ان ايه دي limited scleroderma او not. فايه التست السبيسيفيك ليها؟ التست السبيسيفيك للسكليروديرما اللي هو انتري انتي سنترومير انتي بودي بالنسبه لل فهو مكتوب هنا اول واحد انتي سنترومير انتي بودي. في انواع اخرى الانتي جوان والانتي توبوميريز انتي بودي والانتي نيوكلي انتي بوديز والانتي سي سي بي انتي بودي، كل دي موجوده في الكولاجين ديس اوردرز المختلفه، ولكن السبيسيفيك للسكليروديرما ها افتكروه كده انتي سنترومير انتي بودي. فهو السكليروديرما ساعات هنا بيحصل السكين راش بتاعها هو موجود، ادي الصوره اهي، وممكن يبقى معاها فيفر اي اس ار عاليه بولي ارثرالجيا، وبيحصل فيها ممكن فايبروزس في السكين. في النهايه الانتي سنترومير انتي بوديز هو الايه البيست دايجنوستيك او الموست سبيسيفيك تيست ليها للسكليروديرما دي اللي هو انتي سنترومير انتي بودي. ده بيبقى ordered اساسا to help diagnose the autoimmune disorders اللي هي بالذات limited للcutaneous scleroderma form، ودي form من السكليروديرما على حاجه اسمها كريست سيندروم، بيبقى كالسينوزيس وسوفجيال ديسميتاليتي ها ورينولدز فينومينا كومباينيشن كده اسمه كريست سيندروم في الروماتولوجي مع سكليروديرما بيديني ايه سام فورم اوف كوتينيوس سكليروديرما، ممكن ايه نلاقيها مع البولي ارثرالجيا والفيفر اي اس ار عالي. لكن لو لقينا الانتي سنترومير انتي بودي بوزيتيف ده يخليني على طول ايه اتجه لتشخيصها اللي هي ايه ليميتد فورم اوف سكليروديرما دي. طيب هنا عندي سؤال اخر بيقول